وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية. ورحب بك بداية دكتور محمود. دكتور محمود، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور محمود. رغم قبولهم للهدنة ولكن لازلنا نشاهد القذائف على العاصمة، سؤالي هنا كيف يفسر هذا؟ أعتقد أنه من المهم جدا فهم آليات التحرك الخاصة بالمجرم حفتر وآليات عمله، فهو حقيقة بيد يد بعض الدول التي تبني عليه، وهو أيضا يحاول أن يتصرف بقتل وتدمير كل ما يتعلق تقاله يده وأدواته القاتلة. ومن هذه الزاوية لزاما أولا لا يتم أن يكون أي ثقة، فالعدم الثقة هو المبدأ الأساسي مع حفتر وعصابته. ثانيا من المهم والمهم جدا الإدراك بأنه عندما يقول هو يقول ما لا يعمل، ولذلك هذا هو ديزنه منذ بداية العدوان وقبل بداية العدوان وستكون بعده. ومن المهم جدا القول بأن إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على دماء الليبيين وحريصة على حفظ ما يتعلق بهذا وذاك، إذا عليها أن تلجأ إلى إعمال ما يتعلق بالقواعد المرتبة والموضحة لما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وإحالة الملك الليبي المتمثل في حفتر وعصابته إلى محكمة الجنايات الدولية من زاوية، وأن يساعدوا الليبيين التخلص من حفتر من زاوية ثانية، وأن يعملوا أيضا على عدم السماح بأي خوقات لما يتعلق بوقف النار، وما لم يكن هناك انسحاب كل من هذا المنطقة المحيطة بطرابلس والمناطق الغربية، لا يمكن القول بإمكانية أن يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار. فوقف إطلاق النار عندما تقدم وحاول قدر الإمكان حصد الأبرياء بل وحصد الآلاف، هذا دلالة واضحة على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار صامدا، وإنما هي نوع من دغدغة العواطف التي لا يمكن أن تكون إلا كالضرير لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب في ظل كل هذا كيف يمكن أن تتعامل الآن حكومة الوفاق في هكذا موقف؟ أعتقد أن حكومة الوفاق بيدنه السابق ومضيها المولود أنها تتعامل بأنها دائما قابلة بكل شيء، لأنها لا تستطيع أن تتصرف، وأنها لا على الأقل يقال بأنها لم تقيم تصرفاتها ومراجعة تصرفاتها هو الواجب الذي يجب عليها ومسؤوليتها الأخلاقية في أن يكون لها استراتيجية جديدة في مواجهة ما يتعلق بالعدوان. لا بد من العدوان إبعاد حفتر من زاوية، لا بد من تقديمه للعدالة من زاوية ثانية، لا بد من الثأر لهؤلاء الضحايا الذين قتلوا ويقتلون، وخاصة والأبرياء على رأسهم، وقد نتكلم على أطفال ونساء وشيوخ، ونتكلم على ممتلكات، ونتكلم على قتل مجرمين مرتزقة. أيضا من المهم جدا الإشارة وبشكل واضح على أن ليبيا يجب أن يكون واضح لديها أن المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف حفتر والذين تبث تورطهم في ذلك بما في ذلك الجندويد وغيرهم من العصابات الفاغنر وغيرها، يجب أن يكون هناك وضوح في آلية التعامل. ليبيا ربما اجتمع عليها وضعين إلى الآن، ربما حفظها الأول بإذن الله حفظها من يتعلق من وباء الكورونا الوبائي الذي يحاجبه العالم، ولكن لدينا أيضا كورونا الرئيسية المتمثلة في حفتر الذي يحصد أرواح الليبيين منذ مدة طويلة، وعليهم أن يجدوا أيضا علاجا ناجعا فعالا إذا كانوا صادقين عليهم يخلصون ويخلصوا العالم ويخلصوا ليبيا من هذا المجرم العاسي. ولذلك أيضا على حكومة الوفاق الوطني أن تسعى جاهدة إلى إبعاد شره وأن تنهيه، فإنه لا مجال للقول بإمكانية التعايش معه، وما أوقافه أو دعواته بإيقاف إطلاق النار إلا دلالة على أنه لقد فقد كل شيء وأنه لا يستطيع أن ينتج شيئا، وأنه يريد الاحتفاظ بالأرض التي احتلها، وهذه جريمة نكراء. إذا لزاما العمل على إنهائه وإبادته لأن ذلك هو الحل، لا مجال لغير ذلك، لأن الأيام قد أثبتت أنه مجرم وأنه لا عهد له.